بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول حاجه كنا عارفين ان نلعبوا مقابله صعيبه ضد فريق اللي يعني بحالنا بحاله في لاسيتياسيون صعيبه. حاولنا اننا نعطيو كل ما عندنا. بعض المرات الرغبه ما كتكونش هي بوحدها اللي كتعطيك 3 بوين. لقينا امامنا فريق اللي منظم يمكن كيلعب على الهجمات المرتده. ما توفقناش امام المرمى. نتمنى انه نتداركوا هذا الموقف اللي حنا فيه، حيت هذه المرتبه اللي حنا فيها ما حتى واحد ما راضي عليها، لا لاعبين لا مسيرين لا المدينه. كنتمنى ان شاء الله نخرجوا من هذه النتائج السلبيه ونشوفوا القدام، نبقاو دائما ايجابيين. نتمنى على الله ان شاء الله ابتداء من المقابله الماجيه اننا نحاولوا كل واحد فينا يحسن من المردوديه ديالو باش امور رضي وريوصنا هما الاولين ورضيو الناس اللي كيتبعونا ان شاء الله. والجماهير الحريزيه انا من هذا المنبر كنتاسف ليهم. اي جمهور كيبغي الفريق ديالو يكون مزيان، حنا حاولنا نعطيو داكشي اللي عندنا كاملين، ما يسرش لينا الله. حنا كنطلبوا منهم مسامحه، واللي كنقول لهم اننا غادي نزيدو نشتغلوا ونزيدو نخدموا على الاخطاء ديالنا ونزيدو ان شاء الله نشرفوهم، وان شاء الله مازال الكره، مازال دورات، مازال الامل ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.